احنا لازم نلاقي فور. نحن لازم نلاقيه بسرعة. انت قدرتي تشوفي وشه؟ منيح اني لقيتكن هون. انا هلا اشتريت شوية حلو، تفضلوا كلوا. عمي كمان تفضل. يسلموا. اوه انت خذ يا ابني. طيب هلا انا بدي استأذن منكم. خلص يا حبيبي لا تبكي، ليك هي اللعبة، شوف ما احلاها. يلا يلا يا روحي شوفها، العاب فيها روق. انا بجيبها. تعال عندي يا قلبي انت روق، لا تبكي، خلص بكفي بكفي حبيبي. ميت، شوف في دم، هذا بيعني انه المجرم كان قريب منا واكيد مرق من هون. ايه وما مر من زمان كتير، عجلي لازم نلحق الدم لحتى نعرف مين هو، هذا افضل حل. شبكن انتو، شو صاير لكم؟ انا شو قلت من شوي؟ ما فهمتوا الحكي؟ شبكن انتم مصرين تضلوا تخاطروا وتتهوروا هيك؟ وهلا من شوي منيح نفدتوا منه. خلص رح تعملوا يلي بقوله، وراي على الغرفة. سمعتي شو قال؟ شبك ما سمعتي؟ ابي خايف علي وما بده خاطر بحالي، معناها رضى علي ورح يرجع يعاملني مثل الأول. روق ليش هيك فرحان مثل الأولاد الصغار؟ أبوك بحياته ما كرهك يا زكي، بس هو كان متضايق منك بعد اللي صار، وأكيد رح يضل يخاف عليك. بتعرفوا قديش حنون، وأنا متأكدة إنه هو عن قريب رح يسامحك، مع إنك بتستاهل كل اللي صار معك، وبصراحة ما قصر فيك. شكراً ميت، أنت ساعدتي كتير لأتصالح مع أبي، وهلأ رح يمشي الحال. عن جد شكراً، أنا ما رح أنسى لك هالموقف. وانت شفت كيف جدك راج صار يحكي معي يا ولد؟ يلا تعالي